السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. احنا لسه سايبينكم من دقيقتين بس، انا لسه عاملين فيديو السماعة، بس رجعنا معاكم تاني عشان معاكم البسملة. سلموا عليه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ العيال مصدومة. دلوقتي احنا قررنا نعقد بسملة، زي ما قلت لكم انا شفت الفكرة دي في فيديو محمد وهلا عاملينه من بورسعيد برضو، بس عجبتني فقلت اعملها في بسملة. هي بسملة هتغمض عينيها. التحدي بتاعنا الاول اللي هياكل اكبر كمية من الفاكهة دي، ده استوفاندي وموز. هنعمل تايمر 10 دقايق بسملة، في خلال التايمر ده هتغمض عينيها دقيقتين تاكل فيهم وهي متغمضة، يعني هتغمض عينيها، يعني هي بكده ممكن تخسر. اتفضل يا فندم، متعاقب تاني. انتوا دايما بتقولوا معلومات مفيدة جدا. يلا لا غمضي حلو يا حبيبتي، ربنا ما شاء الله. اربطي حلو وربنا ما شاء الله. ربنا ايه، وريهم التايمر 10 دقايق بس، مالها هتفضل مغمضة في الفيديو ده دقيقتين، وهنشوف مين هياكل اكبر كمية. باين دلوقتي 10 دقايق. يلا ابدأي يا بسملة يا كنزي. ابدأ ايه؟ التايمر شغال. فكرت نبدأ الفيديو. يلا حبيبتي، يلا. واحد اتنين. بسم الله. احنا لسه بنقول يا هادي. لما الشعب الشعشيم. شعب الشعشيم. شعب اشرب. شعب اشرب. يابا شعب اصل. مش عارفه اشرب. شعب اصل. بعد بكره ممكن بعده بعد بكره بعده بعد يوم السبت هيبقى صعب. حد يا ماما مسكرة. ربنا عالم بحالك. تمام. مين فيكم جرب يقطف حاجة من الشجرة؟ يا ماما عدى كم دقيقة؟ لسه خمسة دقيقة. رمية تاني تقرفي بس هاكل صعب. واحد هاكل صعب. اتنين اديتها فرصة. عينيك وحشتني بس ما تانية. الاستوفاندي بعد الموزة ماما ممكن يكون حادق. ممكن قوي. تتا بصي بنتي. نعم يا تتا. بنتي كده خبيه. رفيقة قوي. انت لازم تقعدي ساعة عشان تفهمي. ابني بيحترمني. صح. صعب فهمها، مش فاهمة. نحترم برضه. هو انا قاعدة جنبي قرد. خش شوية على الاستفادة. جيب لك شجرة. الفترة كنت في حديقة الحيوان، كنت بنبح على الاستفادة. كنت راكبة في وسحبة. فاهمة لو هاكل مكسرة. احكي لهم القصه. راكبة ايه؟ كنت راكبة على علشان. على ظهر على عم سعيد. على كده بلاش يا عم سعيد. وكنت بتقولي ايه بقى؟ انت قلت ايه اساسا؟ كنت بقول يا اساسا اكنه بني ادم. كان عندك سنتين بجد؟ وفاكره؟ صحيحي؟ والله لا. عايزه اقول لكم بقى، بس ملا طلبت طلب امبارح غريب ومريب.
سريلاك. بس انا امبارح اكلت سريلاك. سريلاك مخصوص علشان مش عشان والله. سريلاك سريلاك نزلت جابت سريلاك من الصيدليه النخه. من صغنن عندها سنه. على فكره السريلاك ده في دكتور بياكل سريلاك على فكره عادي عادي على فكره دي اكله حلوه على فكره بتغذي. انصحكوا ان تاكلوا سريلاك. تحدي العقاب ده صعب في الثانية. انا قلت انت قاعد جنبي بسم الله ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة العدد اربعة. نجيب انت بس عارف ليه اللي خلاني افتكر الموز هو اللي خلاني افتكر. هو احنا كنا يوم باكل موز؟ لا بس انا عارف لو انا افتكر الفيديو ده. هي بتقول قاعده جنب قرد فبتفتكر قرد المخموم كده اربيه مخموم جوه ثلاثة موز ده الثالث واثنين يبقى انا بطني وجعاني ثلاثة استوفانتي والحمد لله مش قادره اكمل انا اثنين استوفانتي وثلاث صابع موز. هو علي نقى كبير ليه؟ قلت لي منديلي مرات اخوي مرات اخويا. عايزين اقول لها يا بسمة قدام الناس. عايزة اقول لها يا بسمة يا حبيبي خمسة موه.
وثلاثة موز وخمسة موز. أنا أكلت أربعة موز. يبقى مين الكسبان؟ هو الأبلة خسرانة. ما أنت حتى أصلا هنشوف هنعطيبها بإيه؟ ونرجع لكم مالك؟ إيه؟ ورجعنا لكم تاني مع العقاب. انا في كلنا النهارده إيه، احنا دلوقتي انا قررت اعمل لها مكياج عشان تشوفوا بقى الميك اب بتاعي. احلى ميك اب هتشوفوه من ايدي. يلا يا روحي ميك اب ارتست. يلا صوره تيشرتي ما اسمحلكيش تنزل كيوت هتختفى. يلا يلا يا حلو يلا يا مفتحه. واجيب لك كبار وصغيرين. خلاص بقى محمد لا ما تقوليش الا في الاخر المفاجاه. لا المفاجاه في الاخر ازعل مني. ماشي انت ليكي فيها مسهل اظبط معاكي. لا ده دي من انت كسبانه معايا يا حبيبتي انا ناسيه انا مش ام السيد. لا بس ما تبوظي لنا رش وشها حرام. لازم نعمل بكره عليا درس. اه يا حبيبتي احنا بعد اذا انت دخلت على حواجبي سيبيني انا اطلع ماشي انا الخدود حلوه وحملة نظرة عينك جاب سطر سنين ورا حمرا خلاص تقلبي يا بنتي. لا 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 ما تبوظيش وش البيت بيفكر. لا 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 سيبيني انا المكياج. يلا يا جماعه عشان انا لاقي فرح كمان نص ساعه. ما بحبش انا الحاجات تبقى لا 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 يا بسمله حرام عليكي. لا يا بسمله كده مش حلو مش ده اللي انا عايزاه. نوشي لا 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 ما تجيش جنب رموشها يا بسمة لا حرام. ماشي خلي لها رموشها في حالها. يا لهوي اللهم صل على النبي. انت رايحة مين رايحة بسكوت؟ خلاص لا خلاص ما تقليش مكياج عن كده حرام. لا لا ما تقليش احنا عايزينها تمشي. لا قربي قربي مش باين. ايه ده؟ قربي قربي قومي وقفي. ايه ده؟ لا عادي عادي بتضربي بتضربي. ايه رايكم؟ انا عايزاكم كلكم تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الميك اب بتاعي، واللي تحبني اعمل لها مكياج تجيلي. احنا عندنا فيس صح؟ اه على الفيس بتاعنا اكل بيتي اسمها اكل بيتي بس اكل بيتي، ونشوف بقى هتفق معاها تجيلي مكياج. وخش اعملوا فيها لايكات بقى والانستجرام. احنا بقى ننزل لكم الانستجرام. احنا لسه ما عملناش انستجرام، عايزين نعمل انستجرام تعرفوا. ما ينفعش تعمل استماع علينا. يلا هنرجع نعمل انستجرام بعدين يعني. لكن احنا عندنا فيس. وعايزاكم تقولوا لكنز ايه رايكم فيها النهارده وفي مكياجها. ايه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ قبل ظريفة. قربي لي ما تقربيش ليا. يا بنتي لا ما تقربيش شكلي وحش. شكله عسل. تسلم ايدي. يلا عشان نختم الفيديو بقيت شبه الجوكر يا جدعان. ما تنسوناش بقى احنا حابين نعمل لك مكياج السنه الجديده. بدات 2020 بهذا المنظر. بالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي لمحمد ان 2020 تكون سنه جديده عليه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيه فيها وما يوجعش قلبي عليه تاني. نستمر في الفيديوهات بقى على طول ونكمل مع بعض. طب انت من ده؟ لا ما تخافيش. طب كويس عشان ده ثابت اصلا. ما حطيتش منه ازاي؟ انت حطيتي؟ طب ربنا ما حطيت منه كان نفسي احط منه بس مش عارفه. عليكي. ما تنسيش. هنختم الفيديو ولا انت عاجبك شكلك؟ لا يلا خلصوا. ما تنسوناش ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، ويا ريت اللي يقول لي اعمل ايه لان انا مش عارفه اعمل القناه بصراحه، مش عارفه افعلها ولا اشتغل فيها. انا بنزل فيديوهات وخلاص، نفسي اعرف عنها اكتر. المفروض انتوا تنشروا القناه يعني تشيروها لاصحابكم كده يعني. اللي مش هيعملها شير هيطلع لي بالليل وهو نايم. بالله عليكم اللي يعرف اعمل ايه ينصحني في
في الكومنتات، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.